السيسي يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي. الحكومة تستعرض المشروع القومي لتنظيم الأسرة. توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر الكاف. الفريق محمد فريد يترأس اجتماع رؤساء أركان دول الساحل الإفريقي. والكشف عن 83 مقبرة أثرية بمحافظة الدقهلية. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للتطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية وزيادة وتيرة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، كما أشاد الرئيس بالتعاون الثنائي المثمر على الصعيد البرلماني، مشيرا إلى تقدير مصر جهود أصدقائها في البرلمان الفرنسي للدفع بأطر التعاون الثنائي. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتجهيز عرض متكامل للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، وذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي. وطلب مدبولي بأن يتضمن هذا العرض البرامج التنفيذية وخطة التمويل، بما يسمح بالبدء في تنفيذ المشروع بالعام المالي الجديد، على أن يبدأ التنفيذ في 72 مركزا الأكثر إنجابا للمواليد. فيما أوضحت وزيرة الصحة والسكان أن الإطار العام للبرنامج المقترح يهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لضمان حياة كريمة. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية بشأن تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لمدة 10 سنوات، يتم تجديدها تلقائيا بين كل من مصر والكاف. تأتي تلك الاتفاقية كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي تم إبرامها في 2007 بين الطرفين، حيث قامت الحكومة منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقا لطلب الكاف. أكد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد فريد أن القوات المسلحة تسير وتحقق استراتيجية الدولة المصرية في دورها الداعم لكافة القضايا الإفريقية. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الإفريقي الخمس وممثلي الدول الأوروبية المانحة، كما شدد على ضرورة التدريب والتأهيل المستمر لقوات دول التجمع من أجل مواجهة التهديدات عابرة الحدود. كشفت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار عن العثور على 83 مقبرة أثناء أعمال الحفر الأثري بمنطقة أم الخلجان بمحافظة الدقهلية. أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار أن 80 مقبرة منها ترجع إلى فترة النصف الأول من الألف الرابع قبل الميلاد، والمعروفة باسم حضارة بوتو أو مصر السفلى، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن توابيت فخارية ترجع إلى تلك الفترة في مواقع بمحافظة الدقهلية. تابعونا عبر منصاتنا الإلكترونية. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.